بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الناصر شابتر 6، نشوف المقطع الثالث، نشوف فيه الانترانس ريجن. أولا ودنا نشوف الهيدروديناميك انترانس ريجن. البداية نعرف الفيلوسيتي باوندري لاير، the region of the flow in which the effect of viscous sharing force caused by fluid viscosity are فلت. قلنا هذا، قلنا قبل انه لاحظ في نفس الشيء اللي قلناه في الفلات بليت، قلنا انه هذه المنطقه هي الباوندري لاير، هذا الفيسكوس افكت فيها يكون عالي ويكون يعني قيمته معتبره، وكمان الفيلوسيتي، تغير في الفيلوسيتي هنا يكون موجود. لاحظ الفيلوسيتي هنا عند الوول هذا كم؟ صفر. كلما بعدنا الى جهه الباوندري لاير فان السرعه تزيد عندنا، حتى انها لما طلعت من الباوندري لاير ترجع لايش؟ الفيلوسيتي اللي هي دخل بها الفلويد فلو من هنا عند الانترانس. هذا الشيء يتواصل الى ان نصل الى المنطقه اللي يلتقي عندها الاثنين. المنطقه، هذه المنطقه اللي هي تتسمى الهيدروديناميك انترانس ريجن. The region from the pipe inlets، انطلاقا من الانلت هنا الى وين؟ to the point at which the velocity profile is fully developed. لاحظ velocity profile هنا صارت ايش؟ fully developed، يعني انه الباوندري لاير مش هنا رجعت حتى وصلت الى انه التقى الباوندري لاير الموجوده هنا فوق والباوندري لاير الموجوده هنا تحت، يلتقي الاثنين فتصير الفيلوسيتي بروفايل فولي. ايش هو الهيدروديناميك انترانس لينث ال اتش؟ ايش هو؟ هو طول هذه الريجن. بعدين تجي ريجن، منطقة أخرى نسميها الهيدروديناميكلي فولي ديفلوبت ريجن، فولي ديفلوبت ريجن هي المنطقة اللي بعد ال ال اتش الموجودة عندنا، اللي يكون فيها البروفايل تبع الفيلوسيتي ايش هو؟ انتشينجد، ما يتغير. لاحظ من هنا للمنطقة هذه كل بروفايل حتى بعد 10 متر من هنا حتى البروفايل تبع الفيلوستي هو نفسه، شكل الفيلوستي هو نفسه. هلا بدنا نشوف الثيرمال انترانس ريجن، لكن اولا بدنا نشوف الفلود فلو هنا لما ناخذ البروبرتيز تبعه، ناخذها عند ايش؟ عند ما يسمى بالبلك مين فلود تمبرتشر، اللي هي الافرج بين المين تمبرتشر ات ذا انلت، عند الانلت هنا ناخذ تي ام اي، وعند الاكزيت هنا ناخذ تي ام اي، ناخذ الافرج بيناتهم، هذا اللي ناخذ عنده البروبرتيز تبع الفلو. ثيرمال انترانس ريجن، ثيرمال انترانس ريجن ايش هي؟ هي هذه المنطقه، ذا ريجن اوفر اوف فلو اوفر ويتش ذا ثيرمال boundary layer develops and reach the tube center. لاحظ هذه المنطقة باقي فيها ايش؟ thermal boundary layer. بسبب ايش؟ بسبب انه هذه تي اي اللي هي درجة حرارة الفلو اللي دخل من هذه المنطقة. فكلما هذه المنطقة فيها تغير في درجة الحرارة حتى نوصل لهذا المكان، يلتقي boundary layer الموجودة هنا والboundary الموجودة هنا، يصير عندي fully developed thermal fully developed region. الطول تبعها نفس الشيء نسميه thermal entrance length LT، هو طول المنطقة fully thermally fully developed region. ايش هو؟ هو المنطقة اللي بعد ال LT اللي يصير ما يصير فيها تغير في البروفايل تبع temperature. هذه المنطقة ما فيها تغير في البروفايل تبع temperature، يظل دائما بنفس الشكل اللي هو به هنا. لكن في شغله مهمه جدا لما نقول انه fully developed، لاحظ هنا ما قلنا لا thermally ولا hydrodynamically، لا fully developed flow. ايش تعني هذه؟ تعني انه الاثنين تحققوا، الhydrodynamically والthermally الاثنين fully developed. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.